من عمان ينضم إلينا الدكتور عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإمائي للدول العربية. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. نتحدث معك عن هذا القطاع وهذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. قطاع غزة من أكثر المناطق المكتظة بالسكان في العالم، حوالي 2 مليون شخص يعيشون في منطقة صغيرة للغاية، حوالي 360 كيلومتر مربع. بالنسبة لكم وللمتابعتكم وللمعلومات والأرقام لديكم، ما حجم الدمار الذي أصاب هذا القطاع الصغير بعد أكثر من 6 أشهر من الحرب الإسرائيلية المستمرة على هذا القطاع؟ سيدتي، لإعطاء فكرة عن الدمار الذي نشهده الآن في قطاع غزة، أرقامنا تشير إلى أن حجم الركام الذي تراكم حتى الآن نتيجة القصف والتفجير يصل إلى 37 مليون طن. فقط للمقارنة، في حرب 2014 بلغ إجمالي الركام 2,400,000 طن. وكنا يعني كأمم متحدة ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات إنسانية دولية كنا ما زلنا نعمل على إزالة هذا الركام بحلول 7 من أكتوبر العام الماضي. وبالتالي هذا هو التحدي الأكبر في منطقة ضيقة ومكتظة بالسكان كما ذكرتم. أين نحرك هذا الركام عندما يتاح لنا ذلك؟ وكيف نستطيع أن نؤمن سكنا مؤقتا ولكن كريما طبعا لمئات آلاف الناس؟ هذه قضية تحتاج إلى تخطيط معقد. نحن بدأنا بهذا الأمر منذ 8 أكتوبر فعليا. دكتور عبد الله الدردري، هذه نقطة غاية في الأهمية، أين نحرك هذا الركام، كل هذا الحجم من الركام؟ ماذا عن البشر؟ كل هؤلاء السكان هم حاليا في منطقة حتى أصغر من قطاع غزة في رفح، والآن إسرائيل تريد أن تحركهم مرة أخرى. هل في قطاع غزة أي منطقة يمكن اعتبارها منطقة آمنة أو يمكن أن تنشأ فيها منطقة آمنة؟ تجاربنا السابقة عندما تم الحديث عن مناطق آمنة ثبت أنها ليست فعلا آمنة، هذا أولا. ثانيا، أي فكرة والتخطيط لإعادة تأهيل قطاع غزة يجب أن تضمن أن الناس يعودون إلى موطنهم الأصلي. يعني لا الأمم المتحدة ولا أي أحد في المجتمع الدولي سيقبل بأن يهجر الناس. إذا أي تخطيط فعلي لإعادة الناس إلى سكن كريم وخدمات اجتماعية أساسية كتعليم وصحة ومياه وغيرها لابد أن يكون في مواطنهم الأصلية. إذا الموضوع الآن يتعلق بالموضوع التقني أولا، كيف يمكن إزاحة الركام واستخدامه وإعادة تدويره من أجل استخدامه في الإعمار، وبنفس الوقت كيفية تحرك السكان ليعودوا إلى مناطقهم. وحضركم تدركون مدى الصعوبة السياسية والأمنية لذلك، ولكن نحن نخطط على هذا الأساس. يعني هل فعلا بدأتم دكتور عبد الله الدردري أن بالتخطيط فعلا لمرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار، وكم باعتقادكم سيستغرق ذلك من وقت ومن تكلفة ومن إمكانية أصلا في حدوث ذلك؟ نعم، نحن الآن وضعنا إطارا تخطيطيا تفصيليا لمرحلة التعافي المبكر. إعادة الإعمار سيدتي قضية طويلة للغاية وأيضا مكلفة للغاية. تقديراتنا المبدئية أنها ممكن أن تكلف ما بين 30 إلى 40 مليار دولار على الأقل. نحن الآن يهمنا أن نؤمن عودة مئات آلاف الفلسطينيين إلى سكن مؤقت كريم في مواقعهم الأصلية. مع هذا السكن يجب أن يكون هناك الخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومياه شرب وصرف صحي وطاقة كهربائية، وأيضا بعض الخدمات الحكومية الأساسية. لا تنسي الناس فقدت أوراقها الثبوتية، فقدت أملاك أوراقها، أوراق الملكية وغيرها من القضايا الهامة جدا. هذا ما تم التخطيط له وهذا ما نعمل عليه خلال الفترة القادمة. هذه الفترة التي يمكن أن تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات كلفتها التقريبية 2 مليار دولار. نظرا لحجم الدمار الكبير، هل مثلا لديكم استراتيجية مختلفة عن إعادة الإعمار في المرات السابقة؟ يعني هل سيكون هناك مرحلة ما قبل إعادة الإعمار، يعني ما بعد الحرب وما قبل إعادة الإعمار؟ هذه هي بالضبط مرحلة التعافي المبكر، لأنه لا يمكن أن نقفز فورا إلى مرحلة إعادة الإعمار لسبب بسيط، بأنه دون عملية سياسية واضحة تثبت
وقف إطلاق النار وتبدأ العمل نحن نحو حل الدولتين، لا يمكن للمجتمع الدولي ولا المجتمع العربي ولا حتى المجتمع الفلسطيني أن يستثمر 30 إلى 40 مليار دولار في إعادة الإعمار. أما مرحلة التعافي المبكر والتي هي أساساً تركز على عودة كما ذكرت حتى مليون مواطن فلسطيني إلى موطنهم الأصلي ضمن مجتمعات فيها كل الخدمات الأساسية، هذا هو تركيزنا حالياً. والتخطيط كما ذكرت لهذا الأمر بدأ منذ 8 أكتوبر لسبب بسيط، أننا لا نستطيع أن نبدأ التخطيط يوم وقف إطلاق النار. هذه الفترة ما بين وقف إطلاق النار وبدء إسكان الناس وإعادة حياتهم إلى شبه أمر طبيعي، إلى شبه حياة طبيعية، هي فترة خطيرة للغاية. يجب أن تكون أمورنا جاهزة ومستعدة للدخول وتأمين هذا السكن وهذه الخدمات منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار. تعلم أنه من الصعب للغاية ومن الخطير للغاية العمل على الأرض في قطاع غزة، والكثير من المنظمات الإنسانية لا تستطيع العمل، بل البعض منهم يستهدف مباشرة من قبل إسرائيل. وبالتالي كيف تعملون على جمع المعلومات، تنسيق ما يحدث على الأرض، محاولة المساعدة أو إدخال مساعدات وما إلى ذلك؟ نحن الآن نعمل على الأرض، ما زال موظفي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يعملون على الأرض رغم الصعوبات كما ترين. نحن نعمل في مجال جمع وإدارة النفايات الصلبة وهذه قضية خطيرة للغاية. نعم، نحن لدينا 8 محطات تعمل بالطاقة الشمسية لتكرير المياه من أجل تأمين مياه الشرب لحوالي 100,000 فلسطيني. نحن نعمل الآن على دعم القطاع الصحي من خلال يعني تقديم الرواتب والأجور للعاملين في القطاع الصحي، وأيضا تقديم المستلزمات الطبية للمشافي وبعض المعدات. ونحن نعمل على دعم البلديات لكي تستطيع أن تقف على قدميها مرة أخرى الآن تحت القنابل. هذا كله بداية لبدء العمل مباشرة كما ذكرت في التعافي المبكر عندما يتم وقف إطلاق النار. ونحن فقدنا ضحايا من البرنامج الإنمائي، طبعا فقدنا شهيد موظف نعم، مع 60 شخص من أسرته للأسف في غارة واحدة. الله يرحمهم. بالنسبة للتعافي المبكر، وأيضا هناك الكثير من المقابر الجماعية تم اكتشافها والكثير لم يتم اكتشافها، كيف تتعاملون مع وضع كهذا، ومع من تتعاونون ولمن ترفعون تقارير غاية في الخطورة كهذه، العثور على مقابر جماعية بمئات الجثث من الفلسطينيين؟ الموضوع الذي نحن يعني نستعد له طبعا، أولا موضوع كما ذكرنا إزالة وتدوير الركام، وهذا يعني أولا إزالة الألغام والقنابل الغير المنفجرة، هذه قضية خطيرة للغاية. وأيضا الجثامين الموجودة تحت الركام والتي للأسف قد نعثر عليها خلال هذا العمل، هذه قضية مهنية للغاية تتطلب وجود الخبراء والمنظمات المعنية بهذا الأمر، لذلك نحن لا نعمل وحدنا، هذه قضية تخص كل منظمات الأمم المتحدة. مثلا نعمل مع مؤسسة الأمم المتحدة لإزالة الألغام، نعمل مع منظمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وغيرها من القضايا، وأيضا مع منظمة الصحة العالمية عندما تصل الأمور إلى التعرف على الجثامين وغيرها. هذا اختصاص يعني كبير جدا ويحتاج إلى أهل الخبرة والاختصاص. بالنسبة للمنطقة العازلة التي تريد إسرائيل إنشاؤها، في كل حرب أو بعد كل حرب تريد إسرائيل أن تنشئ منطقة عازلة، في هذه المرة هي لم تتحدث بوضوح عن هذه المنطقة العازلة، والبعض يقول أنه حتى لو أخذت إسرائيل كيلو متر مربع واحد على حدودها، هي هكذا تأخذ 60 كيلو متر من القطاع، يعني بحدود 16% من القطاع. بالنسبة لكم، إذا ما عملت إسرائيل فعلا هذه المنطقة العازلة، هل سيكون ذلك مقبول للأمم المتحدة بأن تعمل إسرائيل بدعاوى منطقة عازلة على تقليص مساحة القطاع أكثر فأكثر؟ القطاع حتى لو عاد السكان إلى كل كيلومتر مربع وكل سنتيمتر مربع من مساحة القطاع قبل 7 أكتوبر فهو بالكاد يكفي. لذلك عندما نتحدث عن حل بعيد المدى يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة للجميع، فهذا الأمر لا يبنى على اقتطاع أراضي، لأن الناس يجب أن تعود إلى موطنها. هذا بالنسبة لنا، نحن نخطط على أساس أن كل سنتيمتر مربع من قطاع غزة سيعود لأهله ويعود أهله إليه. أها.
هذا بالنسبة للمنطقة العازلة، ماذا عن المنطقة الآمنة؟ تعلم أنه كثير من التهديدات متعلقة باجتياح رفح، والولايات المتحدة الأمريكية تطلب خطة ذات مصداقية لنقل هؤلاء من رفح إلى منطقة آمنة، وإسرائيل بدأت تتحدث عن إنشاء منطقة آمنة. أنتم تعملون على الأرض، تتابعون الأوضاع، تتحدث عن ركام لا ندري كم من الوقت سيستغرق في نقله. هل يمكن فعلا أن يتم إنشاء منطقة آمنة داخل قطاع غزة ينتقل إليها هؤلاء؟ هل هذا الكلام منطقي بالنسبة لكم؟ خليني أكون واضح سيدتي، الأمم المتحدة أعلنت بوضوح بأنها لن تشارك ولا تقبل ولا توافق على فكرة تهجير الناس إلى ما يسمى مناطق آمنة. تجربتنا خلال الفترة الماضية أصلاً أثبتت بأنه كلما قيل أن هذه منطقة آمنة تبين بأنها ليست فعلاً آمنة. ولكن أيضاً من ناحية المبدأ، الأمم المتحدة لن تشارك في تهجير الناس وأن تتحمل هذه المسؤولية التاريخية. ولا يمكن الحديث عن قطاع غزة مستقر وآمن من خلال الحديث عن مناطق آمنة.